أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. الخامس: أن أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع: السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. الثامن: